السلام عليكم، واش راكم؟ لاباس؟ غايه؟ الحمد لله، انا راني بخير. ان شاء الله نتوما تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. كما عودتكم دائما نجيكم بوصفات سهله وبسيطه وعندها نتيجه رائعه. واليوم كما شفتوا البنات جيتكم بوصفه تاع النيله الزرقاء الصحراويه. كما كنتوا تشوفوا السر العجيب اللي كان صراحه ما كنتش على بالي به. بعد ما واحد النهار دخلت عند العطار اللي يبيع الاعشاب، لقيت واحد وحده تشري فيها وراني ما درتش هذا الفيديو حتى جربتها. صراحه عندها نتيجه رائعه رائعه رائعه. كما كنتوا تشوفوا النيله الزرقاء الصحراويه، تجيبيها حجره ومن بعد تهرسيها. انا هنا راني مهرستها كما راكم تشوفوا، وهنايا عندي ما ورد. هاكو تشوفوا ما ورد، ماشي هذوك القراعي تاع البلاستيك اللي تباعوا ب10,000 وب20,000. لا، ما ورد، ها هو ما ورد الاصلي. تشرو ها هو تاع، شوفوا صنع في باكستان كما كنتو تشوفوا اصلي. شوفوا القرعه تاعو تاع زاج، يعني صراحه روعه. شوفوا مكتوب فيه حلال، ها كما كنتو تشوفوا عنده نتيجه رائعه. انا جربته كل يوم في الليل، نشد هكا كوتون ديسك كما هذه كما كنتو تشوفوا، ونعقب على وجهي قبل ما نرقد. نتيجة ما تتصوروهاش، قد ما نقول لكم ما تتصوروش النتيجة. نتيجة ولا أروع، يصفي الوجه. بار اكزومبل كيما تكوني اللي يكونوا يخدموا يخرجوا يتعرضوا لأشعة الشمس، كيما تدخل للدار، جوست تدخل للدار تغسل وجهها، تعقب عليه بالماء ورد هذا كيما كنتو تشوفوا هكا، تديره في كوطون ديسك هذي، وتديسك كوطون هذو اللي كنتو تشوفوا، وتعقبي على وجهك. ما يبقاش كاع عندك مشكل تاع السموريه تاع الشمس. المهم نبداو على بركه الله. كما كنتو تشوفوا هنايا واش نديرو، هي عند العشاب تتباع واجده، يعني هكا في بايط يبيعوا فيها. انا صراحه ما عنديش ثقه، ماذا بيا حاجه نديرها بيدي ونعرف شا فيها وشا ما فيهاش. كما كنتو تشوفوا هنايا انا شريتها حجره وهرستها هكا كما كنتو تشوفوا. شوفوا انا راني هرستها غير شويه باسكو ما عنديش المهراز، اللي عندها المهراز تقدر تهرسها في المهراز. كما كنتو تشوفوا تحطي شويه هكا من النيله الزرقاء، حطي شويه من النيله الزرقاء كما كنتو تشوفوا عفوا، وتزيدي عليها قليلا من ماء الورد هكذا. كما كنتو تشوفوا هكذا تخلطيها مليح، تخلطيها حتى ما هي ماذا بيك كي تهرسيها بالمهراز خير. هكذا انا ما عنديش مهراز، هرستها غير شويه برك، وراح نحطها في الماء ورد تذوب. كما كنتو تشوفوا هكذا هاي ذوب وحدها في الماء ورد كما كنتو تشوفوا هكذا. نزيد شويه باسكو جريتها بزاف هكذا كيما تشوفوا. ماسك طبيعي رائع للوجه، يصفي الوجه سيختو في السخانه هذه، كيما الناس اللي تتعرض لاشعه الشمس بزاف هكذا كيما تشوفوا هكذا. شوفوا شوفي هذيك الحجرات كامل راهم ذابوا في الماء ورد هكذا كيما تشوفوا، وتعملي بها ماسك لوجهك، ديريها على وجهك ما راح نضرك، لا دير لك حتى حاجه. ميم هذوك اللي عندهم حساسيه اللي عندهم ما حد لهم والو، حتىش كي خدمتيها بيدك، ماشي هذيك اللي شريتيها مخلطه واجده ما على بالكش واش كاين فيها. كيما هكا تحطيها وديريها على وجهك هكذا، ماسك طبيعي كيما كتشوفي، وتخليها من 20 دقيقه نص ساعه، من 20 دقيقه نص ساعه، ومن بعد تغسليها. كي تغسليها تحكمي هكا كوتون ديسك، ديري فيها الماء ورد وتعقبي على وجهك كامل مورا ما غسلتيه، وتخليه. ورجعوا لي بالخبر في لي كومونتير، نتيجه رائعه رائعه ما تستغنيوش عليها. وهنا حبيت نقول صراحه ماشي اشهار ولا،
بصح بغيت نقول على البرودوي هذا. انا كنت من قبل مستهونه بزاف بزاف بالبرودوي تاع نيفيا، بصح بعد ما شفت النتيجه تاع هذا كريم نيتوايونت صراحه رائع جدا، سيرتو سيرتو اللي يديروا الماكياج بزاف مليح لهم، واللي تروحي تقلعي الماء تروحي ديريكت للدوش تغسلي ويخصل لك وجهك الماكياج، ابا غير شري هذه روعه، تنيطواي بيها وكي تنيطواي بيها من بعد تروحي تغسلي وجهك يقعد نورمال ما يفسدش، ماشي كيما تروحي ديرك تغسلي وجهك بالماء من الماكياج يفسد صراحه، سيرتو السخانه هذه وكلشي رائعه بزاف كاع. هذه ننصح بها البنات اللي يديروا الماكياج بزاف والعرايس المقبلات على الزواج. انا صراحه والله العظيم استعملتها من عرسي حتى لدرك ما شاء الله، نتيجه روعه كاع، تنقي مليح ولابو تقعد مليحه، لابو تقعد رطبه منها. المهم الى عجبكم الفيديو نتمنى انكم تخلوا لي جيم وتخلوا لي تعليق محفز، واللي مش مشتركه في القناه تشترك في القناه، والى فيديو جديد ان شاء الله.